ابن الحلال عند ذكره ببان شرف العاطل. ستي حبيبتي نورت البيت ونورت الحارة ونورت كل اشي. الله الله حبيبتي الله. لقيت شغل؟ شغلونا ولا بتخسرونا. بقول لها مرحبا. مرحبا، كيف الواحد بلاقي عندكم شغل؟ الدليفري هو اخوك وليد يا يارا؟ وين الليرة؟ ونص يا جماعة، حدا موصي دليفري؟ شوفي أخوك بيشتغل بياع قهوة، والأدى إنه أبوك مصوره وبهز بالصينية وحاططها على الواتساب حالة. يا حبيبي أنت متأكدة إنه هذا النظرة وليد؟ أنت كل الوظائف الناس بك. نعم. أيوة بس مطلوب موظفات. أصلا لا تعتذروا ولا على بالكم، أنا غلطت من جيتكم وجيرة الله ما بتردوني خايبة. هاي أمي، سلام عليكم. طاعت خلف وال. ليش الست ناوية تخلفي كمان؟ كيف؟ أوف. ساعة لما تفتحوا فوتوا يا أولاد، فوتوا فوتوا العبوا عندي من خالكم. من وين جيتوا أنتوا؟ الباب الرئيسي بني محروق على شمال الصالون. كمان هذا الشيء بيؤدي للانطوائية تبعت الإنسان الشخص. هم صاروا يوزعوا كنادر بدل الحكي. أصلاً إحنا عم ندور على وهم مستحيل نلاقيه. بس we always have to be positive. هيفكونا من الدرون عاد. برجع بديش أشتغل، بديش أشتغل، خلص حلوا عني. لا ما أشتغلت. ياك تكون قوي strong. يا بنات هيو هيو العريس. طيب شكرا لك. هو انا نزلت ولا بعدني ولا شو؟